تعرف من هم أهل المساجد؟ أهل المساجد هم الرجال في بيوت أذن فيها السكينة. إذا دخل العبد إلى المسجد قال بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيها رحمة وسكينة وخشوع لنعمر المساجد مرة أخرى بالصلاة والذكر والقرآن والعبادة وأيضا بالبنيان. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الكلمات.